حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. عزت مؤسسة عراقي المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية أسباب انخفاض الدينار العراقي أمام الدولار للتراجع، تراجع حوالات العملات الأخرى وعدم القدرة على تغطية الطلب على النقد الخارجي لغرض الاستيراد، متوقعة استمرار الارتفاع ليصل سعر الدولار الواحد إلى 1600 دينار في الفترة المقبلة. هذا وأرجع رئيس المؤسسة منار العبيدي سبب الارتفاع إلى تراجع حوالات العملات الأخرى وتحديدا الدرهم الإماراتي والليوان الصيني، مع عدم قدرة كل آليات التحويل على تغطية الطلب على النقد الخارجي لغرض الاستيراد الخاص ببعض السلع وتحديدا الهواتف النقالة والذهب، واللذان يعتبران أعلى السلع قيمة في الاستيراد، الأمر الذي يدفع المستوردين للجوء إلى السوق الموازية لغرض الاستيراد. قال عضو لجنة النفط والغاز البرلمانية باسم الغرباوي إن تهريب النفط في العراق أضر بسمعة البلاد في منظمة أوبك، وأكد الغرباوي أن التهريب سيؤثر على سمعة العراق في أوبك فضلا عن تأثيره على اقتصاد البلاد من خلال الأضرار بالكميات التي يصدرها العراق من النفط الخام، وأشار إلى أن استمرار عمليات التهريب سيجعل صادرات النفط تتأثر بشكل كبير جدا. هذا وقد أشارت مصادر سياسية ومسؤولون حكوميون إلى مئات شاحنات النفط التي تنتقل أو التي تنقل نحو 200 ألف برميل نفط يوميا من كردستان العراق إلى الخارج، وبقيمة شهرية تقارب 200 مليون دولار. قال رئيس لجنة الصحة البرلمانية ماجد شنقالي إن هناك شبهات فساد في مشاريع بناء المستشفيات ضمن الاتفاقية الصينية، وهو ما دفع وزارة الصحة لاستبعاد الكثير من الشركات، وما تبقى هو 30 شركة فقط. وتابع شنقالي إنه كان من المفروض أن تكون هناك منافسة بين الشركات 30 المتبقية من ناحية الأسعار والكفاءة، إلا أن ما حدث هو اختيار 11 شركة فقط، وهو ما يشير إلى وجود شبهات فساد، مؤكدا أن الشركات بدأت وقبل إجراءات الإحالة والتعاقد بالاتصال مع شركات عراقية أخرى لتنفيذ هذه المستشفيات بعقد من الباطل. أكدت هيئة النزاهة في العراق رصدها خروقات رافقت تنفيذ مشروع إنشاء نفق ومجلس للشهداء في محافظة التأميم، لافتة إلى أن إحالة المشروع بمراحله الثلاث جاءت خلاف تعليمات تنفيذ العقود الحكومية. هذا وأوضح مكتب الإعلام والاتصال في الهيئة أن التقرير التدقيقي الصادر عن شعبة التدقيق الخارجي في مكتب كركوك تضمن تأشير مخالفات تمثلت بإحالة المرحلتين الأولى والثالثة من المشروع عن طريق الدعوة المباشرة إلى الشركات المنفذة للمشروع خلافا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية. والآن هذه انتقال سريع مشاهدينا إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. الموجز الاقتصادي بأمان الله.